السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اليوم إن شاء الله أول حاجة نتجه على المحاضرة اللقاءات السابقة كانت اللي هي طبعا احنا كان المفروض يكون عندنا لقاءين في الاسبوع واصبح لقاء واحد، عشان كده حاولنا نسرع في المحاضرتين الاول، لقاءين الاول والثاني، وعشان نغطي الجزئيه الاولى اللي هي من الوحده الاولى الخاصه بالاحتمالات. ولكن ان شاء الله بوعدكم بلقاء تعويضي نحل فيه كل التمارين اللي ارسلناها لكم، ويتأكد تماما أن الملخص اللي أرسلته لكم هو كافي جدا جدا، ملخص بتاع الوحدة الأولى كافي جدا وملخص الوحدة الثانية برضو كافي. يعني أنت إن شاء الله إذا تابعت معنا اللغة الحي وتابعت اللغة الحي وبالإضافة للملخصات اللي أنا برسلها إن شاء الله الأمور بتكون زينة، يعني ما في مشكلة إن شاء الله. هذا أول شيء أنا أوضحه، يعني إن الناس تكون مطمئنة. الملخصات اللي أنا برسلها هي ملخصات يعني إن شاء الله ما فيها أي مشكلة، الملخصات كافية جدا، وملخص هو صحيح يمكن يكون قليل لكن يعني مفيد، تمام؟ يعني أنا إن شاء الله في كل وحدة بلخص لكم في حاجة بسيطة جدا جدا ومفيدة. إذا درست دراسة تمام، حضرت معي اللقاءات الحية، تذكر تمام كل شيء تمام، تعتمد في المذاكرة على الملخص اللي أنا برسله. أنا إن شاء الله في بداية كل وحدة برسل لكم ملخص بسيط مبسط مختصر شامل كامل للحاجة المدروسة إن شاء الله، خلاص تفهمنا؟ في بداية كل وحدة. يعني الآن أنا أرسل لكم الوحدة الثانية، حنبدأ اليوم إن شاء الله. الوحدة الأولى أرسلتها لكم برضو عندكم، الملخصات اللي أرسلناها هذه كافية جدا بالإضافة للتمارين، يعني أنت حاول حل التمارين كلها إن شاء الله. إذا حللت التمارين واعتمدت اعتماد تام على الملخصات اللي انا ارسلتها لك ان شاء الله تأكد تماما نجاح بتفوق ان شاء الله، وان تكون الامور زينه. ومن اليوم ان شاء الله بالنسبه لموضوع السرعه، هذا حسب لانه اصلا في البدايه نحن زي ما قلت لك كان اللقاء واحد والمبرر كبير جدا جدا، انتم عارفين يعني عارفين اللي يحصل تحليل المبرر كثير يعني، فحاولنا نسرح في البدايه، وان شاء الله الآن من اليوم نبتدي الجانب العملي، وحيكون إن شاء الله السرعة مخفضة ونمشي بيت باي بيت علينا حقنا إن شاء الله، أفضل ما في عجلة، تمام؟ يعني الآن إن شاء الله حنمشي واحدة واحدة، ما فاهمين أصلا ما حنتحرك من مكاننا أصلا. فبسم الله نبدأ اللقاء الثاني أو اللقاء الثالث اللي هو بيتكلم عن المتغيرات العشوائية. اللي هي الوحدة الثانية هذه خاصة بالمتغيرات العشوائية، زي ما قلت لكم نحن عشان الزمن يكفينا أنا بحاول في اللقاء يعني أتطرق للأشياء المهمة، الأشياء المهمة هذه حق الناس بحط حدا خطين، أنا أتطرق للأشياء المهمة، وبعد ذلك أي حاجة عندكم فيها إشكال نناقشها من خلال المنتدى، أي حاجة عندكم فيها حاسين فيها هي صعبة عليكم أو فيها مشكلة أرسلوا لي من خلال المنتدى إن شاء الله أنا بجاوب عليكم في أي زمن وفي أي وقت مرحب حضراتكم. في وقت إن شاء الله. طيب بالنسبة للمتغيرات العشوائية، هذه المتغيرات العشوائية نوعين، أول حاجة نثبتها تنقسم إلى نوعين. النوع الأول بسميه متغيرات عشوائية متقطعة، بسميه متغيرات عشوائية متقطعة، والنوع الثاني بسميه متغيرات عشوائية متصلة. متصلة. إذن السؤال، بدك سؤال يقول لك تنقسم المتغيرات العشوائية إلى قسمين أذكرهما، هتقول لي نمرة واحد اللي هو المتغيرات العشوائية المتقطعة، واثنين المتغيرات العشوائية المتصلة، تمام؟ صوت واضح يا شباب؟ صوت واضح؟ صوت واضح؟
طيب هنا ادخل المتغيرات العشوائية إلى جسمين بالشيش بالشيش. النوع الأول سميناه متغيرات عشوائية متقطعة، والنوع الثاني سميناه متغيرات عشوائية متصلة. طيب نمسكها واحدة واحدة. المتغيرات العشوائية المتقطعة هي متغيرات بتأخذ قيم ثابتة، تمام؟ لا ان شاء الله اليوم ما حصل منه، تمام ان شاء الله. طيب لا ما تحفظه بالانجليزي، بالعربي فقط، ما تحفظه بالانجليزي، بالعربي فقط. قلنا متغيرات عشوائيه متقطعه، وهي متغيرات بتاخذ قيم ثابته اللي هي بيسموها بالقيم الصحيحه. ولما اقول قيم صحيحه معناها ايش؟ معناها هي القيم القابله للعد والحساب، 1 2 3 4 5 6، كل هذه تسمى ايش؟ بالقيم المتقطعة. ممكن تكون سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، برضو تسمى ايش؟ تسمى بالقيم المتقطعة. اذا يا شباب القيم او المتغيرات العشوائية المتقطعة هي المتغيرات التي تأخذ قيم صحيحة. طيب زي مثل ايش؟ مثل يا شباب اللي هي يقول لك مثلا عدد الطلاب. انا ما ممكن اقول عندي طالب ونص، عندي طالبين، عندي يا طالب وربع، ما في ربع، ما في نص، ما في ثلث، ما في بوينت، ما في. اذا في هذه الحالة انا بقول متغير عشوائي متقطع، لانه بياخذ نعم المساجد، السيارات، عدد الطلاب، عدد الموظفين، عدد الأبناء، العمال، ما شاء الله ناس مشاكل جدا جدا. هذه تسمى بالمتغيرات العشوائية المتقطعة. إذن يا شباب إذا يمكن نكون فيهن المستشفيات، الجامعات، كل هذه تسمى بالمتغيرات العشوائية المتقطعة. في بعض الأحيان يجيك سؤال يقول لك في السؤال المتغيرات العشوائية المتقطعة هي 1 عدد الأطفال، 2 الطول، 3 الوزن. اختر الإجابة الصحيحة، الإجابة الصحيحة. فأنت في هذه الحالة بيقول عدد الأطفال هي الإجابة الصحيحة، لأن الطول يا شباب الطول لا يمكن أن يكون هو من المتغيرات العشوائية المتقطعة، تمام؟ الإجابة نمرة 1 هي الإجابة الصحيحة. إذا الآن عرفنا نميز بين المتغيرات العشوائية المتقطعة والنوع الثاني في بعض الأسئلة بيقول إنه ما حصل الملزمة. الملزمة يا شباب أنا نزلت على في 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 في, في نزلت لكم المتغيرات هذه في قبل المحاضرة، يمكن أمس نزلت لكم في المنتدى على سبيل تحاولوا أنتم تطبعوها ونتابع منها إن شاء الله. من خلال نتابع هي كافية جدا جدا، كافية وبتكفي إن شاء الله. طيب إذا المتغيرات العشوائية قلنا المتقطعة عرفناها خلاص تمام التمام، والنوع الثاني من المتغيرات العشوائية يسمى بالمتغيرات العشوائية المتصلة. بعض الأحيان يسموها المستمرة، continuous، مستمرة. طيب هذه مثل إيش؟ مثل الوزن. أنا الآن بقول وزني 55.5 كيلو، دخلت معي نص. بقول طولي 1.65 يعني 1.65 من 100. إذن كل متغير يحتوي على كسور يسمى متغير عشوائي متصل، يسمى متغير عشوائي متصل. هذا هو الفرق بين المتقطعة والمتصلة. متقطعة تأخذ قيم صحيحة 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية، متصلة تأخذ قيما صحيحة وكذلك فيها كسور. يجب كذلك كسور، يعني يمكن يكون 1 1.5، 2 2.5، 3 3.5، هذه كلها تسمى متغيرات عشوائية متصلة. مثل إيش تاني؟ لو قلنا مثل للمتغيرات العشوائية المتصلة، مثل
للمتغيرات العشوائية المتصلة. أنا قلت الوزن والطول، الوزن والطول مثل لهذه المتغيرات. ألو صوت واضح؟ وده مثل للمتغيرات العشوائية المتصلة. مثل يعني أعطيني مثال لمتغير عشوائي متصل. مثال لمتغير عشوائي متصل. ها يا شباب، أنا قلت الوزن، قلت الطول. ها الوزن والطول. ثاني يا شباب، درجات الحرارة، السعر، المسافة، تمام، المساحة، درجات الحرارة، العمر، العمر، نعم، الطول، الوزن، الزمن، السعر، أي شيء يكون يعني يمكن أن يحتمل الكسور يسمى متغير عشوائي متصل. إذن كده عرفنا نفرق بين المتغير العشوائي المتصل والمتغير العشوائي المتقطع. أي سؤال في هذه الاتجاه يا شباب؟ مفهوم الفرق بين المتغير العشوائي المتصل والمتغير العشوائي المستمر واضح؟ طيب نمشي للبعض. طيب الآن ندخل في أهم موضوع من موضوعات المتغيرات، حاجة يسموها يا شباب اللي هي المتغير الدالة الاحتمالية، اسمها الدالة الاحتمالية، سموها دالة الاحتمال، اسمها دالة الاحتمال. طيب هذه الدالة، دالة الاحتمال يا شباب، الكلام المكتوب هذا كله بيهمنا منه حاجة واحدة، بيهمنا إنه دالة الاحتمال هي التي تتم معنا، هي علاقة، هي علاقة بين المتغير العشوائي سين، هي علاقة بين المتغير العشوائي سين والقيم الاحتمالية لهذا المتغير. شفت معي كيف؟ علاقة بين سين وحسين. يعني لما نقول سين معناها المتغير سين، طبعا نحن المتغير العشوائي خلاص من اليوم حنسميه سين، المتغير العشوائي حنرمزه بالرمز سين، وعلاقة بين سين هذا المتغير والقيم الاحتمالية تسميها حاء سين. طبعا لما نقول قيمة احتمالية معناها الحاء، إذا أصبح عندي حاء سين، أصبح عندي علاقة بين سين وحاء سين، هذه تسمى بالدالة الاحتمالية، هذه تسمى بالدالة الاحتمالية. إذن الدالة الاحتمالية، الدالة الاحتمالية هي ضيع صوت الحمد لله السلامة. طيب قلنا الدالة الاحتمالية هي عبارة، هي عبارة عن علاقة بين حاء سين وسين نفسها. كيف يعني؟ يعني أنا عندي سين هذه متغير مثل زهرة النير دي مثلا، نمثل بزهرة النير. هذا المتغير العشوائي بياخد 6 قيم، 1 و2 و3 و4 و5 و6، هذه اسمها سين. سين هي اللي هي ايش؟ سين هذه غير المتغير، غير المتغير سين. طيب طيب سين مع ايش؟ انا قلت علاقة بين سين وحاء سين، سين وحاء سين. طيب إذا أنا لازم يكون عندي عمودين يا شباب، عندي عمودين، العمود الأول أسميه سين والعمود الثاني أسميه حاء سين، تمام؟ طيب ما فهمت، أنا فهمت الآن. أنا دائما في أي علاقة دالة احتمالية بعمل عمودين، تعرف العمود كولم، عمودين، العمود الأول أسميه سين، أسميه إيش؟ سين، والعمود الثاني أسميه حاء سين، العمود الثاني سميه حاء سين، تمام؟
العمود الاول سميناه س، معناه ايش؟ معناه اللي هو المتغير العشوائي س. والعمود الثاني سميناه ح س، معناه القيم الاحتماليه لهذه القيم. طبعا كل قيمه عندها قيمه احتماليه. طيب في ظاهره النيرد، في ظاهره النيرد انا عندي كان س اخذت القيم 1 2 3 4 5 6 تمام. طيب اذا الحاء س حتكون الواحد، لما ارجع اعمل هذا الواحد الاحتمال حقه في ظهر النير بعادل 1 من 6، بعادل 1 من 6. كيف يعني؟ يعني 1 على 6، لانه ظهور الواحد مره واحده، ظهور الواحد مره واحده. طيب هذا الواحد من 6 اصبح العلاقه بين الواحد، العلاقه بين الواحد و 1 على 6 تسمى بالدالة الاحتمالية، اسمها الدالة الاحتمالية. يعني في المثال مثلا هذه علاقة بين س، شايفين هذه س معها ح س، علاقة بين س وح س. س هذه متغير عشوائي، وح س هذه تسمى، وح س هذه تسمى اللي هي بالعلاقة الاحتمالية، باحتمال القيم نفسها، كل قيمة عندها احتمال. تمام. اذا هذه العلاقه، يعني انا مثلا الان في هذا المثال، عندي هذا المثال اللي هو اول حاجه قال لي القيت قطعتي نيرد. تمام. او دي فراغ المعاينه. طبعا لما يكون قطعتين مع بعض، اول حاجه فراغ المعاينه بيتكون من 4 حالات. هو من كم؟ من 4 حالات. إما في الحالة الأولى، هذه القطعة الأولى وهذه القطعة الثانية. تمام؟ القطعة الأولى صار صورة، وفي القطعة الثانية صورة. تمام؟ وإما تصرف في القطعة الأولى صورة وفي القطعة الثانية كتابة، أو تظهر في القطعة الأولى كتابة وفي الثانية صورة، أو تصرف في القطعة الأولى كتابة وفي الثانية كتابة. إذن هذه أصبح عندي صاب وصاب، وعندي صاب وكاف، وعندي كاف مع صاب، وعندي كاف مع كاف. هذه عملة اسمها ايش؟ رمي العملة. طبعا العملة فيها حاجتين، اما صورة او كتابة. اما الاثنين لما ارميهم مع بعض يصيروا لي الاثنين صورة وصورة، الاثنين صورة وصورة، او يصري في الاولى صورة وفي الثانية كتابة، او يصري في الاولى كتابة وفي الثانية صورة، أو تصرف في الأولى كتابة وفي الثانية كتابة. تمام؟ إذا أصبح عندي كم؟ أصبح عندي اللي هي هذه الحالات الممكنة لفراغ المعاينة في الصورة. يعني إما تظهر صورتين فوق، أقرب من فوق، أنا بقرب في هذه العملة صورة وصورة، أو تظهر صورة وكتابة، أو كتابة وصورة، أو لا تظهر صورة نهائي. طيب أنا إذا كنت ببحث عن الصورة، ببحث عن الصورة، في هذه الحالة، في هذه الحالة بيكون عندي اللي هو بقوي فراغ المعاينة كالآتي. شباب أصبح الصورة ظهرت مرتين، يعني صورة وصورة ظهرتين مرة واحدة، وظهور الصورة مرة واحدة ظهر شنو؟ مرتين، صورة وكتابة، وكتابة وصورة. وصفر صورة ما ظهر صورة نهائي، صفر صورة ظهرت اللي هي عندما كان ظهر في الاثنين كتابة، في الأولى كتابة وفي الثانية كتابة. أصبح صفر صورة. أنا ببحث عن صورة الآن، أنا كنت ببحث عن مغير عشوائي س، هذا هو الصورة. كون صار صورتين مرة واحدة عندما تصل صورة وصورة، صاب وصاب، واحد عدد واحد عندما تصل مرتين، متى؟ في الكتابة والصورة، والصورة مع الكتابة. طبعا العملة اللي هو جزء فيها كتابة وصورة. ما تظهر صورة نهائي عندما يظهروا اثنين كتابة. طبعا لما يكونوا الاثنين كتابة يظهروا لي أربيهم الاثنين مع بعض، ويظهروا هنا كتابة وهنا كتابة، معناه صورة ما في زيرو. إذا أصبح هذا المتغير أخذ قيم. القيم هي عبارة عن، القيم هي عبارة عن اثنين، خليها الأربعة الآن خليها السين، ما تبسين حتى الآن،
نحن الآن نتكلم عن عدد الرميات، عدد المرات، عدد المرات، تمام؟ اللي هي المرة الاثنين ظهروا مرة واحدة، وصورة واحدة ظهرت مرتين، وصفر صورة ظهرت مرة واحدة، تمام؟ هذه العمود الأول، هذا العمود الأول يسمى بالمتغير العشوائي، يسمى بالمتغير العشوائي سين. العمود في النص هذا ما عندك معه، ما 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 في مرة كثير. بيهمنا العمود الأخير حاء سين، لأنه نحن الآن نبحث عن علاقة بين سين وحاء سين، العمود رقم واحد والعمود رقم ثلاثة. طيب العمود رقم ثلاثة كونه كيف؟ أنا قلت صورتين مع بعض ظهروا لي مرة واحدة عندما ظهر في الأول صورة وفي الثاني صورة. إذا واحد من كم؟ من عدد الرميات، من عدد اللي هي فراغ المعاينة كله أربعة، فراغ المعاينة أربعة، إذا أصبح واحد على أربعة، واحد على أربعة. طيب الصورة واحدة ظهرت كم مرة؟ ظهرت مرتين، أصبحت مرتين اللي هي اثنين على أربعة، تمام؟ الصفر صورة ما ظهر صورة نهائي، مرة واحدة اللي هي عندما كانت كتابة وكتابة، إذا واحد من أربعة. نحن بيهمنا يا شباب العمود الثالث، هذا العمود الثالث والأخير هو اللي بيهمنا، بنسميه هذا العمود يا شباب اسمه اللي هي حاء سين، اللي هي القيم الاحتمالية. إذا الآن أنا لو قلت لك ما هو احتمال ظهور صورتين، ما هو احتمال ظهور صورتين، لو قلت لك ما هو احتمال ظهور صورتين، احتمال ظهور صورتين كم؟ طبعا لما نقول احتمال يا شباب أنا قاصد أيوه واحد على أربعة، تمام، أحسنت، واحد على أربعة، واحد على أربعة، احتمال ظهور صورتين يا شباب واحد على أربعة. كيف يعني الاحتمال يا شباب؟ أنا كونه أقول حاء سين، هذه حاء سين لازم تكون علاقة دالة احتمال، لما نقول احتمال معناها محصورة بين الصفر وبين الواحد، تمام، واحد على أربعة، تمام. طيب ما هو احتمال ظهور صورة واحدة؟ ما هو احتمال ظهور الصورة واحدة اللي هي اثنين على أربعة؟ ممتاز، اثنين على أربعة اللي هي اثنين من أربعة. طيب ما هو احتمال عدم ظهور الصورة؟ ما هو احتمال عدم ظهور الصورة؟ احتمال عدم ظهور الصورة واحد على أربعة، واحد على أربعة، ممتاز، ممتاز جدا، واحد على أربعة. إذا يا شباب مفروض أنا عندي شرطين أساسيين، عندي هعطيكم مثال ثاني إن شاء الله، مثال ثاني ومثال ثالث وإن شاء الله حتى تفهم أصلاً ما حنشي من هنا. اليوم شغلنا كله حيكون على هذا المتغير والقيمة الاحتمالية لهم حتى نفهم، تمام؟ هذا مثال توضيحي، حتى هعطيكم مثال ثاني عليه وأعطيكم مسألة ونحل مسألة مع بعض إن شاء الله. طيب أنا عندي شرطين لا بد من تحققهم، أي احتمال، أي احتمال لازم يتحقق فيه شرطين. الشرط الأول، الشرط الأول إنه القيمة الاحتمالية هذه حاء سين، طبعا اسمها قيمة احتمالية، لازم تكون محصورة بين الصفر والواحد، يعني ما سالب، أصلا ما تكون سالب القيمة الاحتمالية شباب، لا يمكن أن تكون سالب القيمة الاحتمالية، لا يمكن أن تكون سالب. وضح شباب؟ هذا حاسين، قلنا القيمة الاحتمالية عندها شرطين، الشرط الأول بتدعى بين الصفر والواحد، مش هنا، في أي مكان يا شباب وجدت الحاسين هذه مفروض على طول تكون بين الصفر والواحد، تكون بين الصفر والواحد. طيب الشرط الأول. الشرط الثاني، هذه القيمة الاحتمالية مجموعة القيم الاحتمالية لفراغ المعاينة كامل مفروض يساوي واحد، مفروض يساوي كم؟ واحد. الآن لما أجمع ربع زائد اثنين على أربعة زائد واحد على أربعة مفروض مجموعة كله يساوي كم؟ واحد. إذن شرطين أساسيين لا بد من تحققهم في دالة الاحتمال. الشرط الأول، الشرط الأول أن مجموع
القيم الاحتماليه كله بيساوي واحد، يعني عمود حتيم المفروض لما تجمع يساوي كم؟ واحد. تمام. والشرط الثاني، اي قيمه احتماليه موجوده في عمود حتيم هذه لا بد ان تكون محصوره بين الصفر والواحد. يعني ما تحسب لي قيمه احتماليه تكون اكبر من الواحد، ولا تحسب لي قيمه احتماليه تكون اصغر من الواحد، من صفر الى الواحد. هذا شرطين اساسيين، اذا عرفتم بتكون النقيه مدارة الاحتمال بالنسبة لك واضحة جدا. واضح شباب؟ بعد ده اي مسألة اعطاك اياها، اي مسألة دائما، نعم دائما القيمة الاحتمالية موجودة ودائما اصغر من الواحد. شرطين فقط. الشرط رقم واحد، مجموع العمود اللي فيه حاء س المكتوب فيه حاء س، هذا مجموعه مفروض يساوي واحد. الشرط الثاني، القيمة الاحتمالية نفسها، أي قيمة احتمالية مفروض تساوي اللي هي تكون محصورة بين الصفر وبين الواحد، بين الصفر وبين الواحد، اللي هي أكبر من صفر وأصغر من واحد، يعني ما بتكون سالبة. تمام؟ ما بتكون معنا يا شباب سالبة. طيب نمشي نشوف مثال. هذا مثال يمكن تقليدي، لكن نرجع للأمثلة الحية والأمثلة اللي أنت تعتمد عليها تماما. يعني المثال اللي جاي ده أنت يعني حقه تركز معي فيه تركيز تام. تمام؟ تفضل سؤال. سؤال؟ طيب الاختبارات، واحد يسأل بيقول الاختبارات بتجيب لنا أعمدة. الاختبارات يا شباب ممكن أعطيك مثل هذه، خلي بالك معي، يعني بعطيك مثل هذا، أعطيك فيه سين واعطيك حاء سين، اعطيك سين واعطيك حاء سين، خلي بالك معي، ركز كويس يا شباب. طيب اعطيك قيم لسين، هذه قيم سين، سالب 2 سالب 1 0 1 2. لاحظ معي، قيم المتغير ممكن تكون سالب ممكن تكون كبيره، ما هذا متغير ما عنده اشكال، لكن قيم حاء سين، قيم حاء سين بوينت كلها، بوينت 2 بوينت 3 اللي هي 2 من 10 و 3 من 10 كاف و 2 من 10 و 1 من 10. طيب السؤال، كيف بلي اوجد قيمة كاف؟ شايفين كاف هذه كم تساوي؟ طيب الشباب قالوا كاف يساوي 2، 2 هذه مشكلة كبيرة يا شباب، ما 2 رقم صحيح، لا 2 بالبوينت، بوينت. اول حاجة انت اول خطوة تعملها مفروض تجمع العمود كامل، تجمع هذه الارقام، تجمع بوينت 2 وبوينت 3 اصبح كم؟ بوينت 5. بوينت 5 زائد بوينت 2 كم؟ بوينت 7 زائد بوينت 1 كم؟ بوينت 8. اللي باقي كم من الواحد؟ ايوه بوينت 2 هي عباره عن قيمه كاف، بوينت 2 هي عباره عن قيمه كاف. تمام؟ قلنا شباب بوينت 2 بوينت 3 مجموع بيساوي بوينت 5، عندي كاف انا اصلا هي ما في، عندي بوينت 2 وعندي بوينت 1. لما اجمعهم كلهم اجمع العمود اللي فيه حاء س، طبعا الشرط الاساسي انه حاء س بتساوي واحد، حاء س بتساوي واحد، يعني انا هجمع بوينت 2 زائد بوينت 3، عندي واحد حاء س ممكن تشتغل معنا، زائد بوينت 2 زائد بوينت 1 اصبح كلها بتساوي كم؟ بتساوي بوينت 8. الفرق بينه وبين الواحد كم؟ اللي هو بوينت 2. اصبحت قيمه كاف بتساوي بوينت 2، بوينت 2 مش 2، بوينت 2، 2 من 10 تمام، 2 من 10، 2 من 10. طيب هذه واضحه شباب ولا في اشكال؟ يعني لو اعطاك كاف صاب عين اي حاجه تكون مجهول. طيب الناس قالوا مو واضح، الناس قالوا مو واضح. عندنا لما يقول لك اوجد مجهول يعطيك دالة احتمال، يعطيك لما يكون عندك دالة احتمال، اول حاجة انت تجمع القيم الاحتمالية كلها. تمام؟ تجمع القيم الاحتمالية. طيب مجموع القيم الاحتمالية الموجود عندك الفرق بينه وبين واحد كم؟ نجمعها ونضيفها من الواحد. يعني واحد حط في راسك في واحد موجود، ناقص
لا مش بوينت 8 واحد واحد عندك اصلا. ليش واحد؟ لانه يا شباب احنا اتفقنا انه مجموع القيم الاحتماليه تساوي واحد. ثبت هذا الواحد. ثبتنا واحد. طيب جمع هذه الباقي الارقام بوينت 2 وبوينت 3 بوينت 5 مع بوينت 2 بوينت 7 مع بوينت 1 بوينت 8. طيب انا عندي واحد موجود اصلا في راسي، حيكون عندي واحد ناقص بوينت 8 بيساوي بوينت 2. تمام؟ واحد ناقص 8 من 10 بيساوي اللي هو 2 من 10. ما تقول لي 8 من 10 ناقص، لا 8 من 10 ما ناقص، واحد ناقص، واحد ناقص. تمام؟ يعني انت دائما حط في راسك في حاجه اسمها مجموع القيم الاحتماليه بتساوي كم؟ كم يساوي يا شباب؟ مجموع القيم الاحتماليه كم يساوي؟ واحد. تمام؟ طيب عشان كده انا بثبت في راسي دائما في واحد موجود، هذا الواحد ناقص واحد ناقص القيم الموجودة عندي كل أجمع كم؟ واحد ناقص القيم هذه اللي هي بوينت 2 زائد 3 من 10 زائد 2 من 10 زائد 1 من 10 أصبح 8 من 10. واحد ناقص 8 من 10، في حد كتبه؟ واحد ناقص 8 من 10، مش 8 من 10 ناقص، واحد ناقص 8 من 10، واحد ناقص. تمام؟ واحد ناقص. هاي شباب طلعت معكم اللي هي واحد ناقص اعمل غوص حط كل الارقام، اعمل غوص حط كل الارقام. تمام؟ لما تجمع هذه الارقام الان الحاسبه، او الفكره الثانيه تجمع كل الارقام الان الحاسبه بتساوي بوينت 8 زي ما عمل واحد من الشباب بوينت 8، حيكون عندي واحد ناقص بوينت 8 بتساوي بوينت 2 بتساوي بوينت 2. وهذه مهمه جدا، هذه يا شباب مهمه جدا. اتفقنا يا شباب؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب نمشي بعدها. بالنسبة لي حاء س اتفقنا خلاص، أي قيمة يا شباب، أي قيمة في س عندها قيمة احتمالية مقابلة لها، كل قيمة، كل قيمة في س عندها قيمة احتمالية مقابلة لها. طيب سالب 2 المقابلات كم في الاحتمال؟ سالب 2، سالب 2 كم مقابله؟ بوينت 2. احسنت. طيب لو قلت لك ما هو احتمال عدم ظهور، عدم ظهور، ما هو احتمال عدم ظهور؟ معناه س بتساوي صفر، س بتساوي صفر، س بتساوي صفر اللي هو المقابله يا اخوانا قيمه كافله حصلناها قبل بوينت 2، بوينت 2. طيب الان انا ابغى ح، ابغى ح، سؤالي هو ابغى ح غوص اللي هي واحد، حق واحد، حق واحد، حق واحد كم تساوي شباب؟ حق واحد. طيب اغلب الشباب حلوها صح، قالوا حق واحد اللي هو القيمة المقابلة للواحد، حق واحد معناها القيمة الاحتمالية المقابلة للواحد، حق واحد القيمة الاحتمالية المقابلة لواحد. طيب الآن أبقى حق اثنين، حق اثنين، حق 2 كم تساوي؟ تمام، حق 2 اللي هي القيمة الاحتمالية المقابلة ل 2، القيمة الاحتمالية المقابلة ل 2. طيب الآن أبغى حق سالب 2، حق سالب 2، حق سالب 2 اللي هي بتساوي اللي هي القيمة الاحتمالية المقابلة ل سالب 2. إذا يا شباب الآن نتفق إنه أي قيمة س عندها قيمة احتمالية مقابلة لها، وهذا ما يسمى بدالة الاحتمال. إذا بعد ده مفروض المفهوم بتاع دالة الاحتمال يكون لنا واضح، إنه دالة الاحتمال هي علاقة بين س وحسين، الاثنين مع بوينت 2، سالب 1 مع بوينت 3، 0 مع بوينت 2، 1 مع بوينت 2، 2 مع بوينت 1. أصبحت هذه تسمى بدالة الاحتمال، دالة الاحتمال. مفهوم يا شباب؟ القيمة المقابلة لها يعني مثلا يا البيسل، البيسل بيقول القيمة المقابلة هي مثلا أنا عندي سالب واحد، القيمة المقابلة له حتكون 3 من 10 بوينت 3 اللي هي بوينت 3، 3 من 10 هي مقابلة لمين؟ لسالب واحد. تمام؟
طيب القيمة المقابلة لسالب 2، القيمة المقابلة لسالب 2 كم يا شباب؟ هي 0.2. طيب القيمة المقابلة لواحد، في حد بيسأل بيقول كيف طلعت كاف؟ كيف طلعت كاف؟ انت شكلك كده دخلت علينا شوية. كاف دي يا شباب طلعت عبارة عن، قلنا هي واحد، انا عندي واحد ناقص واحد راسي، ليش واحد؟ قلنا واحد لانه مجموع القيم الاحتمالية كلها بتساوي واحد. اصبح عندي واحد ناقص، يعني الفرق كاف هذه عبارة عن الفرق بين واحد والقيم الموجودة هنا مجموعة كله كم، لانه انا عندي الشرط الاساسي، الشرط الاساسي في الدالة الاحتمالية ان مجموع القيم الاحتمالية يساوي واحد، مجموع القيم الاحتمالية يساوي واحد. إذا أصبح مجموع القيم هذه بوينت اللي هي 2 من 10 زائد 3 من 10 زائد 2 من 10 زائد 1 من 10 أصبحت 8 من 10. تمام؟ 8 من 10 هذه هي يا شباب لما أطرح واحد ناقص 8 من 10 أصبح الفرق بينه بيعطيني كف. يعطيني إيش؟ كف. طيب الآن السؤال، عرفنا حاء س قلنا بيساوي صفر، وعرفنا حاء س واحد اللي هي كانت بتساوي 0.2، وعرفنا حاء س ثلاثة. طيب حاء س ثلاثة شباب كيف؟ حاء س ثلاثة شباب قالوا صفر، ليش صفر؟ لماذا؟ لأنها طلع خارج نطاق الدالة. أحسنت، إجابة جميلة جدا جدا. واحد من الشباب قال يا أخي ثلاثة خارج نطاق الدالة، كلام مو موجود، تمام الرقم مو موجود، ثلاثة ما عندنا أصلا. تمام، اذا ح س بتساوي 3 اصبحت بتساوي 0 لانه خارج نطاق الداله، خارج نطاق الداله. طيب الان السؤال، نحن الان نبغى حساب ح س اصغر من او بتساوي 1، اصغر من او بتساوي 1. ها يا شباب اصغر من او بتساوي 1، احسنت. 9 من 10 الناس اللي قالوا 9 من 10 السبب ايش يا شباب؟ عشان احنا نكون معاكم فاهمين كويس. الناس اللي قالوا اللي هي ح س اصغر من او بتساوي 1 بتساوي 9 من 10. كيف عرفتوا هذا يا شباب؟ ها شبابنا، انا قبل ما اوضح انا ابغى اعرف الشباب. ايوه تمام، في واحد من الشباب قال اللي هو بيجمع الارقاء القيم الاحتماليه حاتين اجمع الين واحد، ليش دخل معنا الواحد؟ جمع 0.2 زائد 0.3 زائد 0.2 زائد 0.2 اصبح بتساوي 0.9. كيف يعني الكلام هذا؟ طيب انا اشرح لكم كيف. انا عندي قال لي يا اخي نحن المطلوب مننا ح س اصغر من او بتساوي، او بتساوي لما نقول او بتساوي واحد معناه الواحد داخل معايا يا شباب، معناه القيمه الاحتماليه الواحد داخله. طيب اجمع من القيمه اصغر منه، طيب حيكون الصفر، والاصغر من الواحد هو سالب واحد، والاصغر من الواحد كذلك سالب 2، يعني من الواحد واجمع الين اخر رقم، جمعهم كلهم مع بعض اللي هي الواحد المقابل له 0.2 زائد الصفر المقابل له 0.2 زائد سالب واحد مقابل له 0.3 زائد 0.2 اصبح كلها بتساوي كم؟ بتساوي 0.9، 9 من 10 تساوي 9 من 10. طيب الناس اللي قالوا ما فاهمين، نحن الليله الاصل اليوم يوم الفهم العالمي، اصلا ما حنمشي من هنا الا نفهم كلنا ان شاء الله. طيب السؤال قال لي اوجد ح س اصغر من 1، ح س اصغر من او بتساوي 1. طيب أصغر من أو بتساوي معناه الواحد داخل معي، لأنه قال بتساوي الواحد، لأن الواحد مع الواحد ما شباب داخل معي، أصغر من أو بتساوي الواحد معناه أنا من الواحد إلى أصغر منه كلكم، الصفر سالب واحد سالب 2 هذه كلها أصغر من الواحد. تمام، أصغر من اثنين شباب من الواحد. طيب إذا حأجمع الأرقام من الواحد، من واحد تمام، من الواحد 0.2 القيمة المقابلة لواحد هي كم يا شباب؟ 0.2 زائد القيمة المقابلة لصفر كم؟ 0.2 أصبحت كم؟ اللي هي 2 من 10 زائد 2 من 10 أصبحت 4 من 10 زائد
3 من 10 اصبحت 7 من 10 زائد 2 من 10 اصبحت كم؟ 9 من 10 اصبحت 9 من 10. اذا يا شباب 0.9 هي القيمه المطلوبه. طيب السؤال الثاني، لو قام قال لي يا اخي نحن الان نبغى حاسين اصغر من 1، حاسين اصغر من 1، حاسين اصغر من 1، حاسين اصغر من 1 يا شباب، الفرق بين هذه وهذه وحاسين اصغر من او بالتساوي 1 ايش؟ صحيح بوين 7، تمام احسنت، بوين 7. ليش بوين 7؟ لانه يا شباب انا حاجمع الاصغر من الواحد 0 سالب 1 وسالب 2، الواحد ما داخل معي لانه قال اصغر من 1، اصغر من 1. طيب اصغر منه حيكون اللي هي القيمه المقابل للصفر زائد القيمه المقابل لواحد سالب 1 زائد القيمه المقابل لسالب 2. اجمع هذه القيمه الثلاث مع بعض اللي هي حتكون 2 من 10 زائد 3 من 10 تصبح 5 من 10 زائد 2 من 10 تصبح كلها كم؟ 7 من 10 تصبح 7 من 10. هذا هو يعني. انت بعدين خلي بالك لو سألك قال لك سين أصغر من أو تساوي، بتدخل معك الرقم نفسه أصغر من أو بتساوي 1، معناه 1 داخل معك. لكن لو قال لي أصغر من 1 من غير تساوي هذه ما بتدخل معك الواحد. شوف الأصغر من 1 كم؟ ناظر للقيمة الأصغر من 1 اللي هي 0 وسالب 1 وسالب 2. واضح شباب؟ واضح؟ شباب؟ واضح؟ واضح شباب؟ طيب الآن سؤالنا، الآن السؤال نبغى قيمة سين محصورة بين سالب 1 وموجب 1. سين محصورة بين سالب 1 وموجب 1، سين محصورة بين سالب 1 وموجب 1، هذه كيف يا شباب؟ يا شبابنا يا شباب الصوت طيب ايوه تمام. السؤال اللي هو سين محصورة بين سالب 1 وموجب 1، انت تحسب القيم لانه قال لي سين اكبر من او بتساوي سالب 1، اذا سالب 1 داخل معي قيمته اللي هي 0.3، واصغر من 1 اللي هي 0 حاختار قيمتين فقط اللي هي 3 من 10 و2 من 10 فقط، 3 من 10 و2 من 10 فقط تصبح كم يا شباب؟ 5 من 10. في ناس اجاوب 5 من 10 ممتاز، 5 من 10 ممتاز، 5 من 10 ممتاز. طيب الناس قالوا عيد، أنا الآن طلب مني قيمة س محصورة بين سالب 1 وموجب 1، لكن قال لي إيش؟ قال لي س أكبر من أو بتساوي سالب 1، أكبر من أو بتساوي سالب 1، إذا القيمة المقابلة لسالب 1 داخلة معي سالب 3، بوينت 3 زائد القيمة الأصغر من الواحد اللي هي كم؟ قيمة أصغر من الواحد اللي هي بوينت 2، أصبحت بوينت 2 زائد بوينت 3 بتساوي بوينت 5. اليوم ان شاء الله محاضره خفيفه عليكم، وان شاء الله من الان وصاعدا كل المحاضرات حتكون بهذا المستوى، حنمشي الين الناس تكون النشبه فهم ان شاء الله، ولو في اي اشكال حنتصل على العماد ان شاء الله نحاول نزود المحاضرات، نحاول نعمل طريقه لتزويد المحاضرات ونعمل محاضرات تعويضيه و اطمئنوا تماما الكلام اللي في الشرح هذا زائد الكلام اللي برسله لكم انا اللي هي اي ملخص ارسلته لكم ان شاء الله الاختبار ما حيطلع من هنا خالص، تمام؟ يعني ان شاء الله كل حد منكم بيتابع متابعه دقيقه، متابعه دقيقه بالاضافه للملخص اللي انا برسله تقراه قرايه دقيقه، يتاكد تماما تحصل على A+. واضح شباب؟ الى ان نلتقي ولكم كل الشكر والتقدير ان شاء الله.